نظمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية يوم 10 من ديسمبر 2019 الموافق لليوم العالمي للدفاع عن حقوق الإنسان. نشطها العديد من المحامين أمثال المحامي مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي، وكذلك المحامية نبيل إسماعيل وغيرهم، وذلك لمناقشة الوضع الحقوقي الراهن في البلاد. راديو من لا صوت لهم كانت حاضرة في الندوة وناقلت لكم التالي. احنا اليوم بهذه المناسبة كان هناك رغبة من رابطة الجزائر لدفاع حقوق الإنسان أنها تقوم بهذه الندوة لتوضيح أو وضع المعاينة والتشخيص الحقيقي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر. ونعرف أن هذه الذكرى عالمية تتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48، وككل سنة الرابطة تقوم بعملية يعني تشخيص معينة وتحدد الوضع الحقوقي. هذا السنة كما يعرف الجميع هو وضع خاص جدا، يعني منذ سنوات وربما سنوات طويلة ما عرفناش انتهاكات وما عرفناش تجاوزات وما عرفناش اعتداءات على وضعية حقوق الإنسان بالشكل اللي عرفته سنة 2019، خاصة في السداسي الأخير منها، يعني من شهر جوان، يعني نصف منتصف جوان بدأت السلطة في عملية نقدر نقوله بأنها عملية قمعية، عملية بولسة قاسية جدا ضد الذين يعبرون عن آرائهم بكل سلمية، عن الذين يتظاهرون في الشارع، عن الذين لهم رغبة في الانتقال السياسي الحقيقي، عن الذين لهم مواقف تختلف مع مواقف السلطة في الرؤية السياسية وفي المخارج السياسية. بالتالي السلطة أخذت في المنحنى التصاعدي في حجم الاعتقالات، ولم تكتفي فقط بالاعتقالات بل أغلقت كل الفضاءات اللي يمنحها الدستور وتمنحها المواثيق الدولية ويمنحها القانون للمواطن باش يمارس حرياته ويمارس حقوق. نعرفوا أنه القانون الجزائري والدستور الجزائري والمواثيق الدولية تكفل المواطن الحق في التجمع، تكفل له الحق في التظاهر، تكفل له الحق في إنشاء جمعيات، تكفل له الحق في إنشاء أحزاب سياسية، تكفل له الحق حتى في الإعلام المستقل وحرية الصحافة. لكن في الفترة الأخيرة كلكم تعرفوا وسائل الإعلام كيفاش تحولت من خدمة عمومية إلى خدمة سلطة، إلى خدمة منظومة، وحرم المواطن من الحق في الوصول إلى المعلومة الحقيقية عن طريق الوسائل المتاحة وسواء كانت عامة أو خاصة. نفس الشيء بالنسبة للحق في التجمع، أي تجمع يحاول المواطن يقوم به أو أي اجتماع أو حتى مسائل الجمعيات أو مسائل تأسيس الأحزاب السياسية نشوفوا بأنها الآن صارت في حكم المحظور تقريبا، لا تمنح السلطات أي شيء من هذا إلا للذين سجلوا أنفسهم في أجندة النظام. فيما يتعلق بالاعتقالات ارتفع من جوان وبدأت الاعتقالات ترتفع إلى أن بلغت، أنا عندي في الدراسة اللي عملتها على مستوى الاعتقالات بلغت ذروة كبيرة في شهر سبتمبر، ارتفعت الاعتقالات. وشي لازم يعرفوا المواطن ويعرفوا يكون دقيق فيه على أن السلطة هذه المرة توجهت للمواطن ليس بتوجه سياسي معين أو بفكرة أو إيديولوجيا معينة،
فتوجهت إلى قمع كل التوجهات الفكرية السياسية، سواء كانت تحمل فكر يساري أو تحمل فكر ديمقراطي أو تحمل فكر وطني أو تحمل فكر إسلامي. كل التوجهات الآن لها عدد معتبر جدا من المساجين السياسيين، كلهم عندهم مساجين سياسيين بالأفكار. نعطيك حتى أكثر من هذا، الآن هناك مساجين تابعين للRCD موجودين، مناظرين تاع الRCD في السجن، هناك مناظرين تابعين للفيس موجودين في السجن، هناك مناظرين تابعين الراج موجودين في السجن، هناك مناظرين تابعين الحركة رشاد موجودين في السجن. كانت هناك نوع من الاستهداف، وهناك نوع من التدقيق والتتبع والترصد واستهداف الأشخاص اللي بأمرين، يا يعني إما أنهم بالتأثير، أشخاص لهم تأثير مثل فضيل بومالة أو سمير بالعربي أو كريم طابو، حتى وإذا ما كانش توجههم السياسي معلوم إيديولوجيا، لكن بتأثيرهم على الحراك وعلى الخطاب السياسي وعلى التنظير السياسي، أقول على اختلافه ربما بين المجموعة، موجودين في السجن لأن لهم تأثير على الحراك ولهم وجود حقيقي ولهم وعاء شعبي يعني يمشي معهم في الحراك. وهناك اللي تكلمت عليهم التوجهات السياسية أو الإطارات السياسية أو الأفكار السياسية، تم توقيفهم لأنهم عندهم عملية تأطيرية. حتى مسألة الحبس المؤقت، شفنا تعاملوا في الحبس المؤقت بطريقة تنتهك تماما المبدأ المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. الحبس المؤقت موضوع في نصوص قانون الإجراءات الجزائية يتكلم على إذا كانت الوقائع خطيرة جدا. أنا لحد الساعة كل مسجونين الحراك ما شفنا أي واقعة خطيرة كانت تستدعي الحبس المؤقت، والآن اللي يقبع في الحبس ما أقل واحد فيهم راه عنده 4 أشهر بتهمة يشتركوا فيها تقريبا جميع المعتقلين. 90% من الناس اللي راهم مسجونين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. ما زال السلطة تمارس الأبوية وتعتبر بأن كل مواطنين اللي يعبروا على أفكارهم يفكروا بشكل خطأ وبأنهم قصر وليس لهم الحق في التفكير خارج أجندة السلطة. والسلطة اللي كانت في فترة ماضية تساوم المواطن أو تقول بأن الاستقرار اللي جاء به بوتفليقة أحسن من الديمقراطية، الآن جابوا شماعة أخرى هي شماعة مكافحة الفساد وحكاية العصابة وحكاية التدخل الأجنبي فقط لتبقى في ممارستها التقليدية. إذن ذهنية السلطة ما زالت نفسها الذهنية الشمولية، الذهنية الأوحادية التي ترفض سماع صوت المواطن وترفض إعطاء حقوقه كما هو مكتوب في الدستور أما كما هو موثق في المواثيق الدولية، وتريد أن ترسم دائما مشهد الأب الوصي لكن بشكل غير حريص على مصلحة أبنائه للأسف. شكرا. Je pense que Lyon, le 10 décembre, le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de la personne humaine, intervient à 2 jours de l'élection, entre guillemets, présidentielle, celle du régime en place. Et du moins du 22 février, Lyon, le 10 décembre, le fin où ça attache. Il y a au moins 2 vérités qui sont là, on les voit. La nature du régime et les aspirations du peuple. Deux logiques, deux aspects existentiels qui se définissent à la veille de cette élection. Il faut partir d'un point qui est très important, on est dans l'illégalité constitutionnelle. Il ne faut pas qu'on oublie. Que depuis le 9 juillet 2019, le Lyon, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus de pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, il y a des gens qui ont 9 sultans. Le sultan Kavaïa, le sultan Tenfidia ou le sultan Shri'iya. Dans les standards, dans le standard international pour une république qui se respecte, Fidoul et Kanoun, كاين مبدا الفصل بين السلطات. اليوم سكون رمارك لا دات دوجوردي، هل هناك احترام للفصل بين السلطات، لمبدا الفصل بين السلطات؟ لا ريبونس كلير سي نو. اليوم نشوفوا العداله،
qui est censé être l'instrument par lequel les conflits sociaux se règlent en transparence, avec aisance et avec équité. On remarque que la justice est l'instrument par lequel le régime, le moyen par lequel le régime prend sa revanche et frappe le citoyen. L'instance législative, à la belle contre le standard des droits de la personne humaine, qui est le droit économique ou le madania, notre APN, à travers des lois, le 22 février, le jour, a transféré la souveraineté économique de l'Algérie à des multinationales. L'exécutif m'en a droit. Donc on va parler aujourd'hui, c'est le degré suprême de l'intihak. On est dans le viol national. On est dans le viol national. Le fait de refuser au peuple le principe élémentaire qui est le droit à l'autodétermination. حق الشعوب لتقرير مصيرها. من 22 février اليوم الشعب الجزائري jeune, moins jeune, vieux, vieille, nsa, rjal, الكل راهو في الشارع. Et là, c'est la deuxième logique de la société algérienne qui intervient dans le débat. ولا حق ولا حرية احترمت بالأخص 22 février اليوم. سواء الحقوق الثقافية الحقوق الشخصية les droits individuels, les libertés individuelles, collectives. Toutes les libertés sont menacées. Réellement, il faut le dire, et sans doute, on va revenir par la suite dans les débats, on est dans une dictature militaire. On est sous la junte militaire, et dans une junte militaire, dans une dictature militaire, aucune liberté, aucun droit n'est toléré. Aucune bouffée d'oxygène n'est toléré pour les Algériennes et les Algériens. Donc, on est en face d'un viol national où ils veulent faire passer une échéance qui est la leur, qui les intéresse, Vuma, sous couvert de revenir à une constitution qui n'existe même pas, qui n'existe plus, parce qu'on est dans l'illégalité. Et là, on doit engager comme Ligue des droits de l'homme ou société civile, classe politique et toutes les corporations et les jeunes qui sont dans la rue, on doit s'engager sérieusement dans l'édification d'un état de droit en dehors du régime. Parce que la seule menace et la vraie menace pour l'intégrité du territoire, pour la souveraineté du pays et le régime en place. دونك صباح الخير عليكم السلام عليكم الزول في الاول يعني بكل اختصار نعطي من زاويه اخرى فيما يتعلق بدوله القانون ومقاربتها او مقارنتها بالواقع اللي رانا نعيشه قلنا الاختصاص يعني بان دوله القانون هي الدوله التي يكون الدستور هو الاسمى هي الدوله التي تحترم الميثاق الذي بينها وبين الشعب هي الدولة التي تحترم المواثيق الدولية التي صادقت عنها ولكن لما نمشي إلى الواقع نلقى الدستور الذي يمنح الحق في التعبير عن الرأي الدستور الذي يعترف بكل توجه ثقافي الدستور على سبيل المثال الذي ينص على ظروف الحبس المؤقت كل هذه الأمور لما نمشي إلى الواقع نلقاوها تتناقض تماما لماذا؟ لأننا نسمع إلى تعليمات على سبيل المثال إذا كان التعبير عن الرأي أو حرية التنقل مكفول ومضمون في الدستور ولكن في الواقع نسمع يعني خطابات من داخل الثكنات العسكرية في محتواها إصدار تعليمات لمنع التنقل أو لمنع الدخول إلى الجزائر العاصمة إذن من الزاوية هذه يعني يعتبر دس ومساس بهذه الحقوق لما نمشي كذلك إلى الواقع خاصة الاعتقالات اللي راهي تعرف منحنى تصاعدي كبير إلى درجة أنه مؤخرا الخميس اللي فات لو 5 ديسمبر il y a eu 5 tribunaux وين كاين معتقلين من مختلف جهات الوطن
الوقائع تقريبا نفسها ولكن التهمه اللي دوفوني اون اكوزاسيون الشيف دالكولباسيون devenu standard, atteinte à l'unité nationale ou l'incitation à l'attroupement. Il y avait à Guelma à la Sabil Mithal, il y avait à Arouiba, Bourj Bouarerij, Wahran, Annaba. Le Daraja, oui, le collectif, heureusement, il y a une détermination, هو أن المجمل تاع المعتقلين هادو عبر مختلف المناطق الوطن نلقاوهم من مختلف التوجهات كذلك من مختلف فئات المجتمع نلقاو حتى المجاهدين سينخضر بورقعة شباب بسطاء من الحراك رؤساء الجمعيات جمعية راج رؤساء الأحزاب السياسية يعني من حتى يعني النساء الكبار في العمر الصغار في العمر الطلبة البطالين إلى غيرها إذن احنا يعني كخلاصة باش يعني المجال يفسح الى زملائي امام الوضع اللي رانا نمروا به امام هذا الحراك وهذه الثوره يعني يتطلب من كل واحد يعني ان انجاجمون في الاختصاص تاعو اهل يعني اسره الاعلام وكذلك احنا الدفاع من اجل يعني الثوره هذه او الحراك هذا يعني يلحق للمبتغى تاعو اللي هو دوله القانون الدوله التي تحترم الحقوق والحريات Azoud Flaouane. Wallahi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment être très lucides et se poser la bonne question. On est là réunis aujourd'hui pour discuter des droits de l'homme. Je poserai la question, est-ce qu'il y a des droits ? Il y a l'homme, oui. Qu'il y a l'homme sur l'espace de l'Algérie, mais il n'y a pas de droits. Il n'y a pas de droit. Ça me rappelle exactement moi je pourrais dire que nous sommes arrivés quand même à une situation très très grave dans la mesure où je vais peut-être contredire mon confrère Abdelrahmane Badi quand il a dit qu'on a atteint un degré très très grave d'atteinte aux libertés. Moi je tiens à rappeler que ce degré a été atteint en 2000-2001 quand on a intenté aux vies des jeunes qui sont sortis pour manifester pour la liberté. Ils sont sortis pour manifester pour la liberté, pour libérer l'Algérie. 127 morts, 127 jeunes sont morts تحت الرصاص. Darak, on a attenté à leur vie, ils sont morts. اليوم سجناء الرأي. لرام بعض الأشخاص هم يقولوا ما كاش سجناء سياسيين ولا سجناء رأي في الجزائر هم سجناء رأي خرجوا باش يعبروا عن آرائهم وعن رفضهم لهذه الوضعية تاع وضعية التسلط والاستعباد وضعية الأمر الواقع وضعية وين كاين اون جانت ميليتير افيك اون فساد سيفيل كي فو مانتينير لو بيي سوز ابري سوز اون غوداس maquillé avec la chaussure de Cendrillon. Les droits n'ont pas de frontières, n'ont pas de couleurs, n'ont pas de nationalité. La liberté n'a pas de frontières. Nous sommes dans un système qui a distillé les libertés. Il y a un noble compte-gouttes. Et nous sommes devant une jeunesse qui voit ce qui se passe ailleurs, qui aspire à vivre une liberté qui a la même odeur que la liberté qui est exercée, qui est vécue en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc il n'y a pas de frontière entre les pays. La prison est pour eux un moyen de réprimer les libertés, mais la liberté est beaucoup plus forte que tout ça. Les prisonniers ont donné un souffle à ce mouvement. Ils ne l'ont pas encore compris. Les prisonniers aujourd'hui, Al-Hirak, ils ont décidé de rentrer en grève de la faim depuis hier, à 20h. Leur grève de la faim va prendre fin vendredi. Alors, pourquoi la symbolique de ces 3 jours? Nous leur avons posé la question, ils nous ont répondu. C'est pour affirmer notre détermination. C'est pour dire que notre liberté, elle est dans le Hirak, elle n'est pas ici. Le Hirak ne doit pas s'arrêter. Ils ont décidé la symbolique des 3 dates. Le 10, c'est aujourd'hui, la journée mondiale des droits de l'homme. Le 11, c'est le 11 décembre, c'est demain. Pour dire au peuple, soulevez-vous.
comme ils l'ont fait le 11 décembre 1960. Libérer l'Algérie, compléter la libération de l'Algérie. Kemlou istiqlal al-Jazair. Parce que maranach mistiqlin. On a changé de visage, mais on n'a pas changé de méthode. Depuis quand le pouvoir en place a eu besoin de l'Algérien pour aller voter? Depuis quand? Ils ont toujours voté à notre place. Ils ont toujours bourré les urnes. Depuis 62, nous n'avons jamais exercé notre droit d'aller voter. Nous n'avons jamais choisi un président. كيفاش المره هذه راهم يديروا لنا ماتراكاج باش تروح تفوتي واه ماتراكاج اعلامي ويدوا الناس الحبس باش يروح يفوتي ما نفوتيش دينا كاع الحبس ما نفوتيش سي ما فوا فوالا لي ليبرتي ما ليبرتي دو شوازير مون ريبريزونتون نحاوها لي ما ليبرتي دو دير كو جو ريفوز سيت ايتا دو في نحاوها لنا نوتر ليبرتي اي نوتر دروا دو دير que nous avons le droit de ressembler à toutes les générations et à tous les peuples libres. Mais ils ont des peuples, ils ont des pays qui les aident dans leur dictature. Parce qu'ils défendent des libertés chez eux, mais ils ne la veulent pas chez nous. Parce que si nous avons des droits, nous allons demander le droit de contrôler nos richesses. Si jamais on recule, nous sommes finis. Nous sommes finis. Et voilà le message des détenus. Je regarde les tableaux sur les murs de ce siège qui est le siège de SOS disparu. Nous avons regressé. Je ne reconnais plus cette justice. Et je le dis haut et fort. Une justice aux ordres qui met en prison des femmes. Un vieux, un commandant de la ALN qui n'arrête pas chaque fois qu'on va le voir. ونسقسو عليه راه في السبيطار مريض مي راه مريض بالجزائر ما راهش مريض بلي مالادي كرونيك كيلا راه مريض بليتا دو الجيري اي ليتا دو بوبل كي كونتينيو افوار بور وراهم حقوق الانسان رانا نضلو وي مي سي با لو كومبا دي افوكا اونيكمون سي كومبا دو تو الموند حقوق الانسان ماشي البراويه برك حقوق الانسان على الانتيريور دابور. Et quand je signe, ça veut dire que j'ai accepté d'être sous le contrôle et d'être interpellé par les ONG et par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Les trolliers, allez, fais le pétrole, fais les marchés, t'as le pétrole. Du Wuzbark. Mais quand il s'agit des droits de l'homme, non. Parce que la corruption s'est généralisée, elle a dépassé les frontières. Qalha Bourgaa. Qalha. Avec du temps de Boumdine, la corruption était centralisée. Du temps de Chedli, elle s'est décentralisée. Et du temps de Bouteflika, elle s'est démocratisée. Et la vie d'une personne ne vaut rien devant l'Algérie. Il faut qu'on continue. Rien ne pourra nous casser. Je crois que la situation des droits de l'homme est très inquiétante dans mon pays. Elle est plus inquiétante du fait que la situation des droits de l'homme est en droite ligne avec la situation politique du pays. Des élections que le régime compte organiser le 12 décembre est déjà une forme de violence à l'homme. Al-intikhabat al-ri'asiya allati yurid nizam ijra'uha. في 12 ديسمبر هي النوع من العنف الذي يمارس على الشخص الجزائري. قبل ما نطرقوا للانتهاكات لحقوق الإنسان، هذا مرتبط بالانتخابات الرئاسية. هذا ما يفسر الاعتقالات التي مارسها النظام منذ 9 أشهر أو 10 أشهر ابتداء من تاريخ 22 فبراير. Donc tout est lié à la phase à cette situation politique qui prévaut dans le pays depuis au moins 10 mois. Donc avant d'aborder la situation des droits de l'homme, tout est lié d'abord à la situation politique qui a fait que le régime était contraint d'incarcérer des gens, de poursuivre des gens, d'engager des poursuites contre des gens, même si les faits ne sont pas incriminés. انتخابات رئاسية قبل ما نتطرقوا إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان هو عنف يمارس ضد إرادة الشعب الجزائري وشكرا. تعرفوا بأن العالم يحتفل دائما بعشرة ديسمبر
هناك دول وشعوب تحتفل بالإنجازات التي حققتها للإنسان، لكرامة الإنسان، لحقوقه المختلفة. بعض الشعوب كذلك لا تحتفل، وإنما تعقد اجتماعات، ندوات صحفية مثل التي نقوم بها اليوم، ليس للاحتفال، لأن الاحتفال دائما هي لإنجازات قمنا بها، إنما نعقد هذه الندوة للتوعية، لتقديم صورة عن حقوق الإنسان في الجزائر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا. طبعا زملاء الذين سبقوني تحدثوا بإسهاب عن أن في 2019 عندما ثار هذا الشعب من أجل تحقيق الديمقراطية، تمت مواجهته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الآلاف. وعندما أتحدث عن الآلاف هم ليسوا المتابعين فقط، منذ انطلاق هذه الثورة المباركة في كل أسبوع في كل الولايات تقريبا يتم اعتقال الناس، يقضوا ساعات تصل إلى 12 ساعة في محافظات الشرطة، يحتجزون وبعد ذلك يطلق سراحهم وكأن ذلك شيئا مباحا. مصالح الأمن أو تعمل كأن ذلك يدخل في اختصاصها، وبأن الجزائريين ليس لديهم حقوق، مع أن القانون لما تعتقل أي شخص أو مشتبه فيه تقول له أنت راك ارتكبت الجريمة الفلانية اللي عاقب عليها القانون بالمادة الفلانية، رانا حابين نحقوا معك. إذن على هذه نقول الاعتقالات التي بقيت رهينة محافظات الشرطة إلى اليوم وفي جميع الولايات هي بالآلاف. بعد ذلك منذ جوان إلى اليوم هناك أكثر من 150 شخص يقبعون في السجون، هناك البعض تم الحكم عليهم بعقوبات مع وقف التنفيذ، البعض بالبراءة. هناك انتهاكات جسيمة تتعلق بتقييد حقوق الناس في التنقل، منع الناس من التجمهر، منع الناس من التعبير عن مواقفهم. ما علاقة الحراك بحقوق الإنسان اللي نتحدث عليها اليوم؟ أولا في كثير من التجمعات والحوارات نتحدث عن حقوق الإنسان، عن كرامة الناس، عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. يجب أن نصل إلى هذه النتيجة، لا يمكن أن تكون هناك حقوق إنسان في أي بلد إلا من خلال ديمقراطية حقيقية، والفصل بين السلطات هي إحدى آليات وضمانات حقوق الإنسان في العالم. لا توجد دولة فيها حرية تعبير بدون ديمقراطية، لا توجد دولة فيها حقوق مدنية وسياسية إلا في ظل ديمقراطية. على هذا الحراك الهدف منه هو الذهاب إلى ديمقراطية، هذه الديمقراطية التي ستضمن لنا جميعا وبغض النظر عن خلفياتنا، عن تفكيرنا، عن إيديولوجياتنا، عن توجهاتنا السياسية، عندنا فرصة عظيمة من أن ننتقل إلى الديمقراطية، ننتقل إلى تجسيد هذه المادة اللي جات في الدستور الجزائري اللي تقول الحقوق والحريات هي ثورات مشترك بين جميع الجزائريين والجزائريات. النظام الحالي لا يريدون أن ننتقل إلى ديمقراطية، لا يريدون نحقق هذه النقلة لحماية الحقوق والحريات. على هذه رفض كل
مقترحات من الطبقة السياسية من الشخصيات من أجل تنظيم انتخابات حقيقية يعرف الجزائريين من هو الشخص الذين يطمئنون إليه. رفض أن يكون هناك توافق وطني. إذا النظام الديكتاتوري يؤسس للفساد، يؤسس لانتهاكات حقوق الإنسان، لأن أي نظام ديكتاتوري يتغذى من انتهاكات حقوق الإنسان. يجب أن نحتفل 10 ديسمبر ليس لنفرح بما أنجزناه، وإنما لننشر الوعي بين الجزائريين والجزائريات. لا يمكن أن تكون هناك حقوق إنسان إلا من خلال ديمقراطية، وهذا الحراك في نهاية المطاف هو نضالنا الأسبوعي واليومي من أجل تحقيق الديمقراطية التي ستحقق الكرامة للجزائريين والجزائريات. وشكرا. La voix de son voix.